طولي متر وسبعين. فرقت هالي لأنه ما صار قسمه ونصيب، كل واحد حر في راسه الزين. مشي ضروري أي بنت ديرة وشمرها مشي بنت عائلة، ديما مغرب ضروري. كفتان مغرب يا عمري. علي أنا سينجل حاليا، سينجل ما عملت باروكة شعري لا شعرها والله والله كنت بدور على في هيك لا ما انت بس خليتي خلاص ما ما شاء الله شعرك تخين ايه مربربة بس ضعفت ما ضليت مربربة خلاص طولي متر وسبعين في ريد كاربت السجادة الحمراء العمر ديالي انتم البوكوسات ديالي بعدين راح اقص شعري كله ان شاء الله قريبا شكرا ربع برنامج ما نقدرش نقول ليش فارقت عالي فارقت عالي لانه ما صار قسمه ونصيب بس لساتنا اصدقاء انا وعلي بس انا حاليا سينجل بستنى النصيب كنت يا ربي خليك قليلة تنشارك طبيعي ايه طبيعي شوية هكا شوية ضري عليهم شوية تفارقنا الزين انا ما قدرش طب نهضر بلاتي كل واحد حر في راسه الزين اللي بغا كيدير اللي وشام كيدير اللي ما بغاش يدير ما كيديرش مشي ضروري أي بنت ديرة وشمرها مشي بنت عائلة كتير جميلة شكرا الشاب المميز وينك جاي اليوم على الحفلة ولا لا وحدة قالت لك الماكياج ديالك يهبل كنت كنتي في الجزائر كنت جات عندك تعالي عندنا على اسطنبول لا عندنا كل شيء ايه. تعمل لك عرس مغربي هذه اللي بتعمل لي حاليا شعري مزينة مغربية نقافة بنسميها احنا عندها اللباس مغربي عندها يعني بتسوي قاعة وهيك مع العمارية مع كل شيء متخصص بالمغرب كل التقاليد المغربية بتسويهم من حناء من طهور من سبوع من عيد ميلادات كل شيء اي مناسبة خطوبة وهيك كل شيء في طرف يسر مزيان الزين العز ديما مغرب ديما مغرب ضروري اليوم راح تشوفوني ضروري باللوك المغربي انا خلاص صرت مدمنة على اللوك المغربي وعلى فكرة البنات عشان اقول لكم شغلة كل أزيائي وكل طلاتي اللي راح تشوفوها مستقبلاً راح تكون من أيادي أم غناوة لأنه هي الوحيدة اللي بوطق فيها وبوطق ذوقها وكل شيء يعني حتى الميك اب أرتيست راح يعني معاها يعني بتشتغل معاها على فكرة هم مع بعض فينا جيهان إن شاء الله يمكن راح تكون جيهان ما هدرتش معاها بصراحة البارح تكون ان شاء الله ضروري هذا اليوم الحلو كاع المشتركين غيكونوا بلوجرز ومصورين كفتان مغرب يا عمري شوف ممتاز ما بقدر اقول ممتاز رجعت لعلي لا ما رجعت لعلي انا سينجل حاليا سينجل لا انا مو مع علي انا وعلي اصدقاء ما بيناتنا لا عداوه ولا شيء بس حاليا انا سينجل من اول نظره قلبي هديتو ليك خليتيني نبغيك ونشتاق اليك نفكر فيك ونهضر عليك شغلتي قلبي وشغلتي تفكيري وملي فكرت فاش نبوح ليك وقفت قدامك ونسيت الكلام بقيت تهضر وانا نسول فيك نتخيلك في جنبي ويدي في ايديك كدي تسول فيا وانا نتامل فيك تمنيت دقائق تدوز اعوام وتبقى عيني في عينيك نشوفك وهذا يكفيني تبتسم ليا بسمتك تحييني تهضر عليا بكلام تشجعني معاك انت الغالي نسيت بلي وحبابي نسيت الدنيا وعذابي
تصفيقات إلي. برافو عليك ما شاء الله. Thank you. ما دايرش في الرزين والله الا شفتي في الطبيعيات كنحط غير واحد الليبستيك يعطي شويه فوليوم ودابا دايره في الكاب كنشوف يلا بس ما هو فمي طبيعي بدا في تحت ما شاء الله كذاب شنتيك نمشي فيلتر هادي بابا شتاري واش ندير الفينيس اها اما قال من فاس نخليو هذا حق محلول هاني انسان كويس حباه الف وحده تتمنى بس ما قدرنا نكمل مع بعض يعني مرات ما الواحد يعني طالما بتكون حياه يعني بيكون حياه الشخص الثاني وحياتك انت مثلا مختلفه عن بعض أسلوب حياتكم مختلف عن بعض فما بتقدروا تكملوا مع بعض وهذه سنة الحياة يعني في ناس متزوجين وتطلقوا يعني ما بالك إنه كانوا ناس بعلاقة وبعدين تفارقوا يعني هذا نصيب ما بتعرفي يعني ما بتعرفي الله شو مخبي السالب هذا بحبكم كتير كتير شكرا على دعمكم والله لا يحرمني منكم يا عائلة الثانية الله بيسكم ماتش مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار